اهلا بيكم. النهارده هنخش على حاجه اللي هي اللوكس بلوكس، يعني الحاجات اللي بتظهر دي اشكالها عامله ازاي، ممكن تقول ايه وهكذا. من ابرز الحاجات اللي هو عاملها لك، اول حاجه بيقول لك هلو، سي هلو، يعني تقول هلو بس لمده 2 سكند، او مثلا ان حضرتك تقول وتستمر على طول، او تكون بشكل تفكير زي اللي قدامك دي، او يكون عندك حاجه بتسمى شو يعني بتعرض الحاجه. يعني مثلا ودي هنشوفها، ممكن واحد بيتكلم تمام، فبيتكلم مع نفسه وبعدين حد جاله، فما ما هو الشخص التاني ده انت حاطه فعليا في البرمجه، بس مش هتعمل له شو غير اما التاني يخلص كلامه. هايد اللي هو مختفي، ما يظهرش غير اما تعمل حدث معين. عندنا كلمة تشينج يعني غير، وفي نفس الوقت كلير جرافيكس، تشينج دي اللي هي بتغير الكلر، ممكن تغير الكلر، ممكن تغير السايز وهكذا. كلير جرافيكس، كلير جرافيكس يعني ايه؟ يعني شيل كل المضافات اللي انت ضفتها. تعال نطبق الكلام ده على برنامج الاسكراتش. طيب احنا دلوقتي مثلا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل حوار مثلا ما بين ده القطة دي ما بين أي حاجة تانية مثلا، وليكن ندور على أي حاجة عندنا مثلا، نعمل ما بين القطة وما بين أي حاجة، ما بين القطة وما بين البطة مثلا. تمام، لاحظ إن البطة دي كده أول ما جاية بشكل إيه؟ جاية بشكل زي ما أنت شايف، مش في وشها. فأنا عايز أعمل لها أحول الدايركشن، فروش هنا أهو على 90 دي، وابدا احول الدايركشن بتاعها. طبعا هتيجي 90 ديجري بس تيجي مقلوبه بالشكل اللي قدامك ده، فاعدلها. اعدلها ازاي؟ دوس على دي كده، عاملها سويتش، واعمل حوار ما بين دي وما بين دي. ممكن اختار باك جراوند تمام، وليكن كده باك جراوند بتاعهم، هنزل دي هنا وهنزل دي هنا. انا عايز اخلي مثلا القطه دي تبقى ايه، تبقى لوحدها مثلا في البداية، يعني تبقى لوحدها. فأول حاجة هعمل هايد لدي، فهاجي مثلا على دوس عليها كده اهو، واختار الايفنت اما يكون عندي دي موجودة هي، اما ادوس على الفلاج دوت، اعمل لها عملية هايد. هايد يعني ايه؟ ما تظهرش. اي هايد، اي هايد، تمام كده ما تظهر. بص كده اما تدوس مش ظاهرة خالص. تمام، بعد كده اروح مثلا على القطة وابدأ اخلي القطة مثلا تقول كلام معين مثلا، وتقول مثلا لما ادوس مثلا، انا اختار برضه لما ادوس على العلم اخليها تقول مثلا ايه الجو، ايه الجو الحر ده، ايه الجو الحر ده. وبعدين ابدا احط مثلا عندي اختار ويت، احنا قلنا ويت بتعمل ايه؟ ويت دي بتنتظر مده، وبعد ما بتقول الكلام ده تقول انا ايه، انا عايز اتمشى شويه مثلا، انا عاوز او انا عايز امشي شويه. وبعدين هنا بقى خلي بالك من نقطه مهمه. ايه بقى النقطه؟ ايه يعني انا لازم يكون عندي فيه رابط. ايه هو الرابط؟ الرابط ما بين كل واحده والتانيه ايه؟ يعني دلوقتي هو قال الكلام ده تمام، الستيب اللي بعدها هياخدها على اساس ايه؟ هياخدها على اساس رساله، وهنبص ان هو نكتشف ان في حاجه بتسمى مسج. يعني ايه؟ يعني عامل الكلام ده بعدين اعمل لي وخلص الكلام ده، يبدا بقى يظهر التاني، او يبدا يظهر البطه دي. طب البطه دي تظهر على اساس ايه؟ على اساس حدث بيحصل. فهنا اقول يبقى انا هعمل ايه؟ هقول هنا ان في مسج جون او رساله واحده، دي ما بتظهرش، بس دي معناها انه خلص كلامه وناخدها ونبتدي بيها الكلام التاني. يعني ممكن تقول دي الرابط ما بين لو الحدث مثلا او الحدث الاولانيه، وتبدا تربط بالحدث التانيه. فاروح للبطه دي، البطه دي اقول ايه؟ اما تبدا الرساله اللي عندي تظهر. طب الرساله عندي ظهرت معناها ايه؟ معناها ان كل ده خلص، الكلام بتاعه ده كله خلص. نبدا بقى ايه، تروح للتاني. طيب التاني دوت اما ابدا ادوس عليه معناه ايه؟ اما ادوس عليه معناه ان التاني خلص كلامه، فهو كان مختفي ابدا اظهره.
اروح هنا اهو واعمل له عملية مين؟ شو؟ بص كده اهو، ايه الجو الحر ده؟ انا عايز امشي شوية، بعدين راح الزهرة مين؟ زهرة البطة. طب انا عايز مثلا احرك البطة دي، احركها من هنا لهنا، فممكن ايه؟ اول حاجة عندي بروح تمام بعد ما دست الشو وظهرت، ابدأ روح للموشن. مش احنا خدنا الموشن المرة اللي فاتت؟ فهو بادئ منين؟ بادئ من جو تو اكس واي اللي هو دي، وبعدين عايز احركه من هنا لهنا، فاقول هنا اهوت، اختاره هنا اهوت تمام، وابدا احركه من اهو للمكان بتاعه هنا اهوت، وبعدين اختار مين؟ اختار دي. لا ممكن نبعدها شوية يعني، يعني خليها مثلا هنا، بختار دي تمام. ممكن يعني هو بقى يتحرك من هنا لهنا، وبعد ما ببدأ يتحرك ممكن يقول له مثلا كلام في اللوكس، مثلا يقول له ايه تظهر مثلا، بس بص ممكن نعمل عملية ويت برضو، ويت عشان تظهر بشكل افضل. لا هي ويت سكند مثلا، يعني ممكن نخليها هنا برضو ويت سكند، يظهر في الوقت دوت وبعدين يبدأ يتحرك في الوقت دوت، وبعدين يبدأ يقول له بقى كلام. احنا بختار ويت سكند عشان تبان احنا ان الكمبيوتر بيعمل الحاجات بشكل سريع. يقول له ايه مثلا هنا، يعمل ايه؟ ازيك يا، يقول له ازيك يا قطة، عامل ايه؟ ازيك يا قط، عامل ايه؟ تمام. وبعدين ايه؟ بقول له ازيك يا قطة، عامل ايه؟ تمام. وبعدين مثلا ممكن اقول ايه؟ اما دي كمان يعني ويت سكند، اخليه برضه 3 دقيقة، واقول له مثلا ايه وحشني جدا تمام، اقول له هنا مثلا وحشني، اقول له هنا وحشني جدا. طب هو كده خلص كلامه، المفترض بقى القط يقول له ايه؟ يرد عليه صح؟ صح. طب يرد عليه ازاي؟ قلنا لازم يكون في روابط ما بين الاثنين، ده خلص كلامه، اعرف مين ده خلص كلامه، قلنا بنختارها من مين؟ من رساله اعملها اهو، اقول هنا اهو اه اختار هنا مثلا ايه؟ اخليها دي ايه؟ تبقى الحاجه الثانيه نيو مثلا، واخليها تو، يبقى الثاني ايه؟ الثاني خلص كلامه اهو تمام. طب الثاني خلص كلامه، الاولاني بقى يبدا إيه يرد، فاقول بقى اما الرساله 2 تجيلي، اما استلم رقم 2. يعني ايه استلم رقم 2؟ يعني التاني خلص كلامه، ابدا اقول له ايه؟ الحمد لله والله بخير اهو، الحمد لله والله بخير، الحمد لله بخير، لله انا بخير. تعال كده نطبق، ظهر الجو الحر ده، انا عايز امشي شويه، ظهر لوت او البتاع راحت له، ازيك يا قطه عامل ايه؟ وحشني جدا، فراح قال له الحمد لله بخير تمام. ده تطبيق بسيط جدا على الموشن طبعا، او على اللوكس. قلنا اللوكس دي فيها كذا حاجه طبعا، بقى عندك في كذا حاجه موجوده يعني، يعني مثلا ممكن تشينج السايز باي 10. يعني ايه تشينج السايز باي 10؟ يعني زود الحجم بتاعه، يعني الحجم بتاعه اهو اه يروح ايه كبر. سيت سايز باي 100، يعني حط السايز بالحجم بتاعه الطبيعي. ممكن تغير الكلر، ممكن تغير الكلر، كلر مثلا عايز تغيره بلون معين غير اللون ده. طب تعال نطبق مثلا تشينج كلر دي. طب بص هنحط مثلا ايه، نختار تشينج كلر، بس نعمل عمليه ويت برضو، لازم ننتظر عشان تبان اهو. فاهو ممكن تغير مين؟ احنا كده خلصت، بس احنا نجرب شويه حاجات اهو. تشينج كلر باي كذا، ايه يحصل؟ طب عايز اعمل تشينج سايز، ممكن برضو اختار ويت واروح عامل تشينج سايز، ويت وتشينج سايز، يبقى هنا ايه حجمه هيتغير وشكله هيتغير تمام، حجمه هيتغير وشكله هيتغير. تشينج سايز باي 10، لا تشينج سايز باي كام؟ خلي تشينج سايز بس مثلا باي 200 اهو. تعال نطبق كده نشوف ايه اللي هيحصل اهو. الجو الحر ده عايز امشي شويه، جاي البطوط اتحرك بالموشن، كلمه راح التاني. بص بقى احنا كام كده خلص، انا بقى عايز اشوف اتغير لونه ازاي.
طبعا البتاع راح ايه، بتاع راح مهنج ما شاء الله، الله اكبر، اكبر من حجمها. ماشي، انت بتشينج سايز باي، خليها مثلا تويني مثلا اهو، وندوس كده ستارت. طب ستوب، ايه حصل؟ حصل عندي ان البتاع هنا ايه عملت. على اي الاحوال تشينج سايز دي معناها انها بتكبر حجمها، هو كبر ما شاء الله، كبر راحت البتاع وقع. ساعات عندها بتعمل بشكل قوي جدا في انها تفصل زي كده، وطبعا بضطر افصله واشتغل تاني. تمام، ده على اي الاحوال اتعلمنا عليه. ده التطبيق البسيط بتاع اللوكس. قلنا اللوكس هنا ده معناه ايه؟ معناه طبعا عندنا الكاستم ده، ده قلنا ان هو بيتغير شكله او بيتغير الحركات اللي بيعملها في الجرافيكس وهكذا. ماشي، طيب، شكرا لكم.